بسم الله الرحمن الرحيم. الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناتكم جوهر السويس، ما أجمل الطبيعة وما أجمل اللون الأخضر، بعيد عن العادم السيارات وبعيد عن الأتربة وبعيد عن جو الضوضاء، عيشة الفلاح أو عيشة الأرض، عيشة الزراعية. يا جمال الأرض والخضرة والخير اللي بيطلع من الخضرة يا جماعة. أنا النهاردة حبيت أطلعكم من جو الضوضاء والعادم وريحة العادم والتراب والشد العصبي. هاخدكم النهاردة لأجمل عيشة، هي عيشة الريف. النهاردة يشرفني إن يكون معايا عم سعيد الراجل. أنت هتشوفوا ملامحه وأنتوا تحكموا. ازيك يا عم سعيد؟ الله يكرمك يا استاذ. كم سنه يا عم سعيد عندك؟ انا 70 سنه ان شاء الله. ربنا يديك الصحه. الله يعزك. ما عدتش في البيت ليه يا عم سعيد؟ ما اقدرش اقعد ربع ساعه في البيت. صح كده. لو اقعد في البيت هتعب. صح. انا واخد على كده، انا كادح دايما في الارض في الزرع. لازم اشتغل في الارض على طول لغايه الدنيا متليل عليا، بصلي وانا في الارض. يعني انت بتصحى من الفجريه بتقول على الارض. على الارض، على لازم اشوف افتح عيني على اللون الاخضر الصبح. مش كده؟ عشان نظري يتحسن. النفس. النفس حلو. لازم اخد هواء نظيف. تمام. اشم هواء نظيف راح فيه ريحه الزرع. صح. لان زرع. صح. فالحمد لله والشكر. الشقه ده والتعب ده يومي؟ يومي. يوميا. يوميا لازم اصحى من النوم اكحل عينيا كده بنور الشمس. عايز ابص على ايديك، وريني ايديك يا عم. بص يا جماعه الايد الشقيانه. على فكره صباعي ده مكسور امبارح، بس مش عارف اجبره هنا، مش فاضي. ربنا يكبر خاطرك. بص يا جماعه دي ايد شقيانه، والوش الحمد لله اللي هو عرقك هو حياتك. صح. انا لازم اعرق كل يوم، ما كنتش اعرق تعبان يعني. لازم ما اعرفش اقعد ربع ساعه في البيت. طب انت النهارده، انا طبعا جايين يا جماعه في نهايه موسم الشتوي، يعني زراعات خلاص بتصفي. عنده كرنب وعندك وريني السلق يا عم. انا سلق في الكرنب اهو. تعالى وريني كده. انا في سلق اهو يا جماعه. السلق اللي احنا بنستخدمه باكل القلقاس والقلقاس. القلقاس يا جماعه. اهو يا عم سعيد، هات كده من المحشه. طعم المحشه من هنا، هات من هنا. بص يا جماعه ابتديت حش اهو السلق. ده السلق ده اللي بنحشه. بتعمله ربط ربط. بعمله ربط ربط. السلق ده يا جماعه اقسم بالله انا بعمله مع اللحمه الضاني. احلى من السبانخ. وليه يا عم سعيد؟ انا بعمله على الفول. صح كده؟ بعمله على الفول وعليه كزبره وعليه بقدونس، بيطلع احسن اكل، احسن من يعني مش شرط في القلقاس. لا لا مش شرط. انا جربته واكلته خرط زي السبانخ. بفرمه على الفول زي السبانخ، على الفول المدمس. في الميزه كمان فيه ان هو ما فيهوش املاح زي السبانخ. ده بيطلع الاملاح من الجسم. مش كده؟ كله فيتامينات، فيتامين سين والف، كله فيتامينات. الله ينور عليك. الله ينور. ده كده خدنا السل. في عندك ايه تاني؟ عندك كرنب ملفوف ولا خلص؟ لا في كرنب لسه. وريني كده يا عم سعيد. تعالى. انا سعيد جدا يا جماعه ان انا بصحبه الراجل الطيب اللي هو 70 سنه. دي لسه ما لفتش. لسه ما لفتش يا جماعه. هنعرف الفرق بين. بصوا يا جماعه فاضيه من جوه. فاضيه. كمان يومين ثلاثه ان شاء الله مع بعض يا جماعه مع عم سعيد بنتابع جولتنا. ده تعال عم سعيد. سناني سناني. بص يا عم سعيد. الله سنة ما صورك معاها الجمال ده كله. بقى لها كام شهر على ما كبرت كده؟ دي بتاخد 90 يوم بالظبط. 90 يوم من يوم الشتلة. من يوم الشتلة. واللي قبل الشتلة؟ لا من يوم الشتلة. من يوم ما تشتلها. بتعمل شتلة لوحدها الأول، بتاخد. يا جماعة في قول لي بنعمل إيه الأول؟ من الأرض. أرض حط صغير بتعمل فيه شتلة البذرة. بالظبط. صح؟ البذرة بتاخد حوالي شهر. شهر. شهر أو خمسة. تطلع؟ تطلع بعدين اعملها شتلات، تنكتها او تزرعها في بالظبط على الحروف بتاعه الارض بتاعتك. على خصوص الارض. بص يا جماعه تطلع الحجم ده. ادي يا ده جماعه ده كرنب صحي من غير كيماوي ده على فكره. ما ده بقى يا جماعه ده اللي هو اورجانيك. طالع طبيعي لوحده. بنسميه اورجانيك يا عم سعيد. اللي هو ايه؟ بدون كيماويات. بدون كيماويات. صحي 100%. وريني العين بتاعها من تحت. العين. لا العين. بص بص العين بتاعها ما تقطعش. وريني بس العين عشان الناس تعرف راكبه ازاي. اهو طلع كده ورقتين اللي هم الفستانيين. بصوا يا جماعه بتبقى عامله ازاي؟ ادي في الارض. اقطعها كده يا عم سعيد. حاضر حاضر. بص يا جماعه من ايه؟ من فوق. انت بتسيب من فوق عشان ممكن بعد كده تزنبق وتطلع تقاوي. لا ده انا هنقل دي اعملها تقاوي، انقلها من مكانها. طب استنى نقول القصه دي تاني. قول يا عم سعيد. لازم الجزر. بص لي هنا.
اخلعه علشان ازرعه في مكان تاني. يعني الجد ده ممكن يتخلع؟ ممكن يتخلع في الارض. تحطه في حوض صغير؟ لا، على ريشه قنايا او على خط زي كده هيطلع تقوي. يروح مطلع بذور للسنه اللي جايه. السنه الجايه ان شاء الله. انا شفته بالطبيعه، لكن لو شفته كده ما يزنبخش او يعمل بذور؟ لا كده هيعمل بذور وهيطلع ذكر، مش هيطلع. حلو قوي المعلومه، تقولها لي تاني يا عم سعيد. يتنقل من مكانه يتزرع في مكان تاني. عشان يطلع بذور صح، بذور تبقى. اي لو ساب كده وطلع بذور كده؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. هيطلع ذكر. يبقى انت حضرتك هتاخدها. اخدها وازرعها. وازرعها في ارض ارض حوض صغير. بالظبط. على مسقه او على. ممكن دلوقتي اشيلها من هنا. طب شيلها كده. طب ورينا كده. ارض كانت عايزه تشرب شويه ولا كويسه؟ لا هي ناشفه. وريني. بص بص عايز اوريك الناس الجد. اهي الجد. بص يا جماعه الجد ده بحاله هنزرعها. هنزرعها هنشوف يا جماعه احنا بنزرعها واحنا ماشيين. تقاوي. عشان تطلع تقاوي. بتطلع من البزوز دي. من البزوز دي كده. بص بص اهي بص اهي. اهي دي. ما ينفعش تبقى تقاوي من غير ما تنقل. لا من غير ما تنقل. ما دي المعلومه اللي خدتها من عم سعيد اللي مش هتعمل تقاوي نضيف. تعالى يا حاج. تعالى يا حاج. عم سعيد ده من الناس الطالعين الناس المحترمه. لا هو بص يا راجل انا الشقيان بتقطع بقى حروف الجذور الزياده. ايوه عشان تطلع جديد. تبقى سهل في الزرع. تمام. الجذور الجميله دي يا باشا. وريني بقى سيب دي ووريني الكرنبايه على بعضها كده بعد ما قطعتها. شيلها لي كده. هي دي الكرنبايه اهي كده اتقطعت اهي كده كامله يا جماعه. دي كده اللي له قلبها بقى الورق اللي لافف جوه. اتفضل. وهو ربنا كده دي قلب الكرنبايه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. طب نتابع يا عم سعيد. طب احنا جبنا الكرنبايه مش عايزه خضره؟ عايزه خضره. نشوف الخضره. ماشي. كل حاجه موجوده. ما انا هشوف يا جماعه دي السلق اللي ممكن تاكله كده وممكن يتعمل بالثوم على الفول. على لا على القاس او على الفول وعلى اللحمه كمان وعلى اللحمه الضان يا جماعه. ماشي يا ابراهيم. اثنين من ارضنا. ما تيجي تطلع معايا يا ابراهيم انت ما تطلعش معايا. لو في اي استشاره زراعيه برضه يا باشمهندس احمد يا عم سعيد. طبعا طبعا. ده هنا بقى ايه؟ هنا بقى الخضره الصغيره دي كزبره. ادي يا جماعه الكزبره الخضراء. هات من المحشه كده. ماشي. وحته يكون ايه من ورا كده من عندك من هنا. تعالى من هنا يا عم سعيد. ده بقدونس. دي بقدونس. ده بقدونس. طب نشوف البقدونس يا جماعه. ماشي. الله اكبر الله اكبر. كده كده من هنا بقى نبدا. من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى جبنا الكرومبا يا جماعه وبعدين الخضرة بتاعتها شبت وبقدونس وايه؟ وكزبرة صح؟ وكزبرة بالظبط كده. كده ده احنا ربطناها كده والحش الفش بس يا جماعة؟ تمام كده. بحسب بنوري الناس بس ايه؟ الخضرة. ده الخضار بتاعنا ده اللي هو الكزبرة البقدونس. نشوف الكزبرة؟ نشوف الكزبرة. مصر بتصدره لجميع دول العالم الخضار ده يا زحمة. طبعا. الخضرة دي مصر بتصدرها لجميع دول العالم. الكويت بتاخد كل يوم خضار من هنا. منين؟ دولة الكويت بيصدروا لنا خضار من هنا من سوق العبور. الخضار ده بيتصدر. بيصدر. عشان الميه عندنا الحمد لله. بس احنا بالسويس لا، لكن الاسماعيليه اكثر محافظه بتصدر خضار وخضر وفاكهه للعالم. والقليوبيه بس الاسماعيليه اكثر شيء. تمام. يبقى خدنا البقدونس. نروح نشوف الكزبره. ماشي. كمان عم سيد لما يحب يستحمى زي اللوف كمان فوق يا باشمهندس اهو. نعم. لوف مع على النخله. لو حب يتشطف ما بيحتاجش حاجه خالص وما يجيبش حاجه من بره خالص. الله ينور عليك. بص يا جماعه ادي الكزبره ونفرق الناس نوريهم الورق بين ورقه الكزبره وورقه البقدونس. وريني كده. ادي الكزبره. ادي الكزبره يا جماعه. اهي. وادي البقدونس. وادي طبعا التشابه يا جماعه واضح. بس في الريحه الكزبره الريحه مختلفه طبعا. مختلفه. البقدونس اخضر شويه. تمام. الله ينور عليك. فاضل الشبت. الشبت والله لسه زرعه صغير ما اقدرش. لا في انا شفت هنا شبت. في شبت ده جرجير وحاجات من دي. طيب شبت مزروع في الكرات. الكرات مزروع فيه شبت جوه. في كرات هنا. طب تعال نروح. ماشي. عم سعيد يا جماعه زارع حرف الحد بتاعه كله زيتون. زيتون الحمد لله. ونخل. ونخل اهو. نخل ده نخل برحي. برحي. البرحي ده اعلى حاجه يا جماعه. اعلى حاجه في النخل. وزارع وبعدين هو زارع شويه فجل برضه لان الخضره تقدر تفطر من غير خضره يا عم سعيد؟ لا ما اقدرش طبعا. طبق الفول وحته الجبنه القديمه معاها لازم ايه؟ معاها فجلايه معاها جرجير كده شويه كرات. شويه كرات. طب يعني نشوف بقى ده فجل يا جماعه. مصنع الفيتامينات الخضار ده. طبعا. انت برضو هنا ما بتستعملش كيماوي كتير. لا ما بحطش كيماوي.
بصوا يا جماعه، هي دي الفجل يا جماعه، بيسموه الفجل الورور. يعني ايه هو ده؟ ده ابن 25 يوم. 25 يعني يوم ورور، يعني صغير. صغير وما خدش كماوي. ما خدش كماوي، فجل صحي. تمام. ما بحبش انا ارمي كماوي عشان انا باكل من الزرع ده، لان الكماوي مش كويس اصلا. فانت بتزرع لنفسك الاول عشان تاكل. ربنا يديم عليك الصحه والعمر الطويل يا عم سعيد. نروح بقى نشوف اي حد اذا عايز خضره يجي المشروع لعم سعيد، ليه عنده كل حاجه برضه باذن الله. باذن الله. الناس الكبيره دي الخبره اللي هي طول عمرها حياتك كلها في الارض يا عم سعيد. طبعا كل حياتي. يعني انت ده شبت؟ شبت ومزروع في الكرات. مزروع في الكرات. بس شبت صغير لسه. لسه صغير يعني. يفضل كم اسبوع كده؟ كمان اسبوعين. اسبوعين. نحش ده ونحش ده. ده الكرات وفي شبت. في شبت. لكن انا بتناقش في ايه يا عم سعيد؟ تعالى لي. تعالى يا عم سعيد هنا. سعيد زي الجرسين اللي بقايم برضه. بص لي يا عم سعيد. احنا متفقين ان حضرتك مجرد ما بتصحى الصبح ما بتشوفش بيت تاني غير انا بصلي الفجر والقى نفسي في قلب الزرع. غداك بيجيك كده؟ غداي هنا. بتفطر ايه يا عم سعيد هنا؟ بفطر فول الصبح، طعميه، كوبايه شاي. طبعا كوبايه شاي حلو. عندك زرايب بتجيب لبن ولا لسه؟ مش بشتري لبن من بره. ربنا يوسع عليك. بس ان شاء الله هيكون عليك. ان شاء الله. شويه يا جماعه الخضره. بص يا جماعه انا عايز اوريكم حاجه، بس ان المتعه هنا في الخير بتاع الارض. فطر معانا يا عم سعيد. ان شاء الله باذن الله. عم سعيد منور الدنيا. الله يعزك يا رب. وربنا يحبب فيك خلقه ويديك الصحه والعمر، لان انا عارف ومتاكد انت لو قعدت في البيت هتتعب. انا لو قعدت ربع ساعه هيجي لي عيا. هعيا انا كل وجودي، يعني كل وقتي في الارض في الزرع، احس بمتعه واحس براحه نفسيه. تمام. وصحتي كويسه الحمد لله. وفي الشتاء اجمل الشغل عن الصيف. في الشتاء لما اكون سعان اطلع اشتغل ادفى. تمام. الدفء يملاني خلاص. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. الله حبش كده واشوف انت زارع فول حراتي على الخط. هنوري برضو الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد جدا جدا بعم سعيد يا جماعه، لان الراجل ده بركه، والناس القدام اللي هي بطبيعتها يقول لك لا انا ما اقدرش اطلع من الارض، انا طول عمري هي دي مهنتي ودي شغلتي، اصحى الصبح مجرد ده حتى فطاره ما بتفطرش في البيت يا عم سعيد. بفطر في ده فول حراتي. فول حراتي طماطم القرون بتاعته يا جماعه اهي. طبعا هو طبعا لا هو بيهادي يا جماعه في الراحه والجايه. في الراحه والجايه مش على طول، اللي بيكبر بنديه. وبرده هل الخير بينقص؟ لا. يا جماعه ادي فول حراتي. اجمل حاجه في الفول ده ان ما خدش كيماوي، حتى هو زرع لنفسه شويه طماطم. ده توم. ده توم. زرع توم يا جماعه. توم وطماطم وبصل. بصوا يا جماعه، بص بسم الله ما شاء الله. دي كده بالطبيعه. بالطبيعه بدون كيماويات. يعني انت هنا ولا رش ولا مبيدات ولا اي حاجه. ربنا لا بص هقول لك على حاجه، هي البركه من عند ربنا، وربنا يحرسك ويحميك. اللهم امين. بصوا يا جماعه الطماطم لسه طبعا في الشتاء بتعوز تغطي عليها عشان تحمر، ولا هي مغطيه نفسها؟ هي مغطيه نفسها. هي مغطيه نفسها تحمر ان شاء الله. تحمر يعني بمزاجها، مش مبيد. لا لا لا، وهو البركه من عند ربنا والله. يا عم طبيعتها يعني بطبيعتها. لا والله بص، طول ما انت بتشقى فيها حوالي 15 كيلو الشجره. ربنا يحميك ويزيدك من خيره يا رب. طبعا اللي في الارضيه ده يا جماعه توم، وادي زرعه الطماطم. هو طبعا مش كامل زرع مساحه، هو عايز زرع على قد بيته، على قد الاستعمال، على قد بيتك مش كده؟ ده مشتري من بره. لا يبقى عندي زرعي انا، زرعه بايدي، عارفه، عارف هو فيه ايه. مفيش كيماوي ولا فيه اي حاجه. يا رب يخدر لك وشك ويخدر لك حياتك زي ما انا شايف الخضره دي يا عم سعيد. الف الف سلام عليك. وانا سعيد جدا. والسلام عليكم ورحمه الله. عايز كلمه اخيره. انا اسمي الحاج سعيد عمر، من اهل السويس، من الجناي، من هنا. اهلا. بهني دولتنا العظيمه وبهني رئيسنا العظيم. برافو عليك. وبقول له الله يكرمك من مصر الى مصر ان شاء الله. طب تليفونك معاك حفظ ولا؟ نعم. تليفونك؟ لا والله مش حافظ رقم. طيب انا هحاول اجيبه واعرضه للناس اللي عايز تستفاد بخبرتك. الله ان شاء الله. ماشي. انا سعيد بيك جدا عم سعيد. شكرا جزيلا. شكرا يا جماعه. ادي المنظر العام، وانا حبيت اخرجكم مره نخرج بره العادم السيارات والضوضاء والحياة الطبيعية والخضرة دي. أجمل من كده يا جماعة مش هتلاقي في الدنيا.